طبعا مستمرين معاكي زميلتي مريم، وطبعا احسن حارس مرمى في البطوله يوسف وليد. يوسف طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك، مبروك على البطوله ومبروك على الاداء القوي اللي شفناه منك يعني في المباراتين، سواء مباراه المجر النهارده ومباراه رومانيا. ببارك لك طبعا، وعايزه اتكلم معاك بالتاكيد على البطوله، وشايف المباراه النهارده ازاي؟ والله مباراه النهارده يعني احنا ابتدينا ببدايه مش كويسه الصراحه، بس مع الوقت حاولنا نمشي نفسنا وندافع، وكمان الجمهور والدكة ساعدتنا على كده. بس احنا كنا بادئين الشوط الثاني برضو خسرانين 2، وقعدنا طول الشوط الثاني قعدنا ندور نمشي الملعب ونحاول نمشي الملعب اكتر ونجيب اجوان اكتر وكل ده، لحد ما الحمد لله في اخر ثانيه كده قطعنا الكوره وجبناها جون. الحمد لله ده حصل بتاعت ربنا يعني. طبعا شفنا في المباراه اللي فاتت طبعا مباراه رومانيا والمباراه النهارده امام المجر، يمكن طبعا يعني الاداء يعني سواء منتخب مصر او المنتخبين التانيين شفنا الاداء متقارب شويه، اداء قوي طبعا ما بين الفرقتين. يمكن شفنا برده كان في زي كومباك في المباريتين، كمان يعني طبعا مركز حراسه المرمى يمكن ده يعني من المراكز طبعا القويه والمهمه في او صعبه جدا طبعا. فطبعا كلمني عن التجربه، شايف التجربه ازاي؟ وطبعا كلام كابتن طارق محروس معاكم. ايوه طبعا. لا بصراحه هم فرقتين هم محترمين جدا جدا جدا، بس احنا كفرقه ده ما كانش مستوانا خالص يعني، احنا مستوانا احسن من كده بكتير فنيا وحتى بدنيا وكل حاجه. لا بس احنا الحمد لله رغم كده ورغم كل ده حاولنا وكسبنا البطوله الحمد لله. طبعا بطوله استادات الدوليه لكره اليد يعني تجربه جديده، تجربه قويه طبعا. شركه استادات الاستثمار الرياضي يمكن طبعا يعني بتدعم كل الالعاب، وشفنا بتدعم النهارده كره اليد بالبطوله دي. الصراحه لا التنظيم كان بصراحه 10 على 10 يعني، احنا سافرنا كتير قوي بره وشفنا تنظيمات كتير، بس ان التنظيم ده حصل في مصر الصراحه انا فخور جدا من التنظيم ده يعني، كان 10 على 10 بصراحه. ميرسي جدا طبعا يا يوسف، وببارك لك تاني، وطبعا منتظرين منك اكتر واكتر بالتاكيد مع منتخبنا الوطني. ميرسي. شكرا جدا. كده طبعا زميلتي مريم كانت لقاءاتنا مع اثنين من نجوم منتخبنا الوطني، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا مريم، تفضلي. شكرا ليكي جدا سالة حامد على هذه التغطيه وهذه اللقاءات طبعا مع اثنين من اهم عناصر منتخبنا الوطني للشباب، سواء كابتن محمد وائل او كابتن يوسف وليد.